السلام عليكم اخواني اخواتي. بعض الاخوات في واحد التعليق تطرقوا لواحد الموضوع، قال لك هضر لينا على الفوه هي هذه، وضرينا على التبش. اخواني اخواتي، الفوائد ديال هذه الفوه هذه، الناس اللي عندها فقر الدم، الناس اللي عندها من فقر الدم الحاد، غادي تشد تغسل، غادي تكرم مزيان، غادي هذا سميتو الطحن مزيان او الدقدق كما تنقولوا بالمغربيه، وتخلط مع الحسوه مع الحريره مع الشلاضه مع، وكي ضروري الغسل من التراب، تكون لاصق فيها التراب وتكون لاصقه فيها الغبره. هذه بالنسبه للبوه. هذه بالنسبه للمراه اللي عندها العاده الشهريه فيها الالم فيها التقطع، كاين واحد العيله تجي من العاده الشهريه تجي من التقطع ديال المصران، تجيهم بالقاف تجيهم، هذه هي تشد تغسل وتطحن وتدقدق مزيان وتخلط، تخلط مع قهوة، تخلط مع الشاي، تخلط مع حريرات، تخلط مع أي حاجة، الله يسخر. ودخلوا لواحد القناة في اليوتيوب، راه كاينة في الصفحة ديالي، غدخلوا الصفحة ديال التيك توك غتلقاو القناة ديال اليوتيوب مسطالية مع الصفحة ديال التيك توك، راه فيها الفوائد، ولا تنسوا الاشتراك.